يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا رب الطيب بشرني عنك. يلا حيا. شلونك يا ربك طيب؟ كيف امورك؟ عيالك طيبين؟ ربعك؟ انت وراك جالسين هنا لحالك؟ جيت وجلست لقيتك جالسين لحالك، وش فيك؟ عسى ما باس. تعبان؟ جعلك والله ما تشوف شر. متضايق؟ افا تبي قهوه؟ بجيت القهوه انا وياك. شر والله بالسعد. شر والله بالقهوه. صب لي يا نور عيني من الدله، كان كنت اللي من اجلي مسويها. سم 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 طال عمرك. ابد بتقهوى انا وياك، لا يصير خاطرك الا طيب، وان شاء الله ان امورك طيبه. لا تضايق وانا اخوك، لا تضايق وانا اخوك. كيف حالك؟ جديدك؟ شو امورك؟ انا دحين قاعد اسولف معك وانت قهوه ونعيم من الله خير وشويات بس بنروح نصلي العصر. لا تضايق وانا اخوك وابد لا تزعل، هذه هديه مني وانت تستاهل اكبر. سم هذه عندك. عيالك وينهم؟ ما في احد منهم؟ رقود؟ يوه الشباب هالوقت ينامون، اغلب وقتهم نوم. قوموا صلوا عين من الله خير، انصح عيالك. وبما اننا بننصح عيالك بننصح العيال اللي يشوفونا انهم يقومون ويسمعون كلام اهلهم ويصلون، والله يوفقنا وياهم للحظ الطيب. يا ابو عماد وين جاي؟ روح روح للمسجد، روح روح للمسجد. وحياك الله يا الشيخ، الله يخلي لك عيالك ويزيد في رزقك. انا بتكلم انا وياك عن وقف الايتام في مدينه خير الانام. الله اجر الصدقه انت وعيالك والناس اللي يشوفوننا. من هو اللي فينا ما يبغى يجاور الرسول في الجنه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. فالله يجزاك بالخير 300 ريال اللي تدفعها وانت طالع انت وعيالك لحديقه ولا العاب وتطشه كذا طشه نص ساعه وهي ضايعه كذا في خلا. حط لك 300 ريال تنفعك انت وعيالك ومن يعز عليك وتشفي تشفي مرضاك وتدفع البلاء وتزيد في رزقك في وقف الايتام، تكفل لك يتيم مدى الحياه 300 ريال. وعن والديك ب 600 وعن العائله كلها ب 900 ريال. فالله الله. فانا اقول لك يا طال عمر السلامه انك تبرع، والله يجزاك بالخير ويجعلك من سكان الجنة أنت ومن يسمع ومن يشاهد ومن يتبرع، الله يجزاكم خير الجزاء. ولا أنا بتكلم أنا وياك عن الشباب اللي في استراحة اللي يجون عددهم مثلا 15 ولا 11، تخيل أنهم يقطون في 300 ريال يكفلون لهم يتيم، كم تجي عليهم؟ كم تجي على الشخص؟ 20 ريال ولا 30 ريال على الواحد؟ والله أنها مبلغ بسيط ولكن اجره ايش؟ اجره عظيم. تكفل لك يتيم مدى الحياه، مدى الحياه، يعني انت تكون كافل مدى الحياه. مبلغ بسيط. ها انا انصحك وانصح اهل الاستراحات واللي في الشاليهات اللي متجمعين 11 واحد ولا 10 اشخاص يتبرع ب 20 ريال، يقسمونها بينهم ويشوفون كم يطلع المبلغ. يطلع مبلغ بسيط، مبلغ تافه. فاستغلوا الفرصه، فاتكم الوقفه الاول. اشتغل الوقفة الثاني، النسبة الحين 60% تقريبا 68%، فراح منها الكثير وما بقل. الله أكبر الله